وسط تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تعمل البلاد كل ما بوسعها لإعادة دورة الاقتصاد بعد خسائر تكبدها القطاع بمليارات الدولارات. أحد الإجراءات التي قد تتخذ قريباً عند عودة الحياة تدريجياً إطلاق طائرة الدرون هذه، والتي أطلق عليها اسم طائرة الوباء. فمن خلال هذه الطائرة تستطيع الشرطة مراقبة النشاط الصحي للمواطنين من الأعلى ومعرفة ما يدور في أجسامهم. تقيس الطائرة درجة الحرارة ومعدلات ضربات القلب وحتى قياس المسافة بين المواطنين، وهي المسافة الضرورية المتبعة فيما يعرف بالتباعد الاجتماعي، وتعطي ألوانا مختلفة، فالأحمر لون الخطر والأخضر لون يدل على سلامة الشخص الذي أجري عليه المسح من الأعلى. أعلن عن هذه التكنولوجيا الجديدة في منطقة ويستبورت في ولاية كونكتيكت كجزء من برنامج تجريبي قد يطبق بشكل فعلي خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيصبح تحليق طائرات درون فوق الأماكن العامة في المدينة كالحدائق ومحلات التبضع أمراً طبيعياً. تحاول شرطة المدينة من خلال هذا الإجراء حماية المواطنين من العدوى، وحماية عناصر الشرطة أيضاً من التقاط العدوى عند مراقبتهم للالتزام بأي تعليمات تصدرها سلطات المدينة. وبواسطة هذه الدرون سيستطيعون مراقبة كل شيء عن بعد. يقول قائد شرطة ويستبورت إنهم سيقومون بتسيير تلك الطائرات لتقوم بمسح بمنطقة ما، وإذا رأت أن هناك مشكلة موجودة فعلاً كجريمة أو مخالفات عامة، فعندها فقط سيتم إرسال عناصر الأمن إلى تلك المنطقة وتعزيزهم بكل ما هو مطلوب لاستتباب الأمن في المكان. تم تجهيز هذه الطائرات بتقنية تمكنها من المساعدة في تحديد كل التفاصيل، من قياس سرعة التنفس إلى معدلات الضغط والحمى، تقنية تختبرها المدينة اليوم وقد تنتشر في جميع أرجاء الولايات المتحدة في حال نجاحها. تبقى مسألة واحدة تثير قلق المواطنين وهي الخصوصية، فعمل هذه الطائرة يتعارض مع مبدأ الحريات المدنية وخاصة في ولاية نيويورك، أمر دفع عددا من المواطنين للتعليق على هذا الإجراء، فطالبوا بأن يكون الإجراء مبررا علميا وبإبلاغ الجمهور بكل شفافية عن طريقة عمل الطائرة وحدود نطاقها. الرئيس التنفيذي لشركة دراغون فلاي الكندية التي تقف وراء هذه التكنولوجيا يقول إن الطائرة غير مصنعة لتحديد هوية الأشخاص، بل تم تصميم نظامها لتحديد بيانات مراقبة الصحة بشكل أساسي والقدرة على إعطائنا بيانات أفضل واتخاذ قرارات صائبة وأكثر وضوحاً. مدينة ويستبورت شهدت انتشاراً كبيراً للفيروس، وتشكل نسبة حالات الإصابة المسجلة فيها ما يعادل 40% من تعداد سكان ولاية كونكتيكت. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستسهم بتقليل نسب الإصابة بالوباء، وهل يمكن استخدامها في عالمنا العربي؟